سموحه يفوز على الاهلي 3-2 في مباراه غريبه الاحداث. كابتن علاء، مباراه مثيره جدا، مباراه صعبه جدا، مباراه وصلنا فيها للجول كتير جدا، ولكن للاسف النتيجه في الاخر او المحصله النهائيه خساره النادي الاهلي للمباراه. احتمال الخساره صعبه جدا على النادي الاهلي، ضيعت فرص كتير، في المقابل كنت ممكن تستقبل اهداف كتير، ودي كانت حاله غريبه جدا النهارده على النادي الاهلي خصوصا من الشوط الاول. لكن لو هتقيسها استقبلت ايه وضيعت ايه، لا تكسب. انا بتكلم النقطه دي بس، يعني الفرص اللي ضيعتها على الفرص اللي جت سموحه، لا انت كم فرص مش طبيعي، لكن حتى وفيه من عدم وديش بتاعتك خليها على جنب شويه. كمان حارس مرمى بتاعهم موفق بطريقه مش طبيعيه النهارده، هاني سليمان طلع حوالي 3 اهداف هو لوحده طلعهم، خصوصا كمان الفرص ضاعت مننا. لكن انت كان عندك مساحات كتير قوي ايمن، واتكلمنا عليها بين الشوطين، يعني كنا قاعدين بالشوطين كده بسرعه كلنا، كان عندك مساحات كتير قوي، لازم تقفل كويس قوي، مش لازم كنت تغامر قوي عشان تدرك التعادل او عايز تكسب. ممكن كنت تتعادل او تكسب، لكن برضو بشكلك في الملعب، بنظامك في الملعب، انك برضو الشوط الثاني سبت مساحات كتير قوي، اخطاء مننا برضو، اخطاء للاسف. الجول الثالث يعني من بدري ما ينفعش يحصل كده، من بدري قوي فاول، صح. حتى لو اخد انذار صح، مش عيب على فكره، يعني لا عادي، مش عيب لو انا مدافع انت بتصحح خطا فاول عادي، مش مشكله فاول من بدري ليه، اسيب الخطا يكبر لحد كلفك هدف. مظبوط. طب من بدري قوي فاول، حاجات بسيطه جدا كانت تحصل النهارده ايمن، لكن في الاخر مجمل الناس هتتكلم، في المجمل انت خسرت. مزبوط. يعني هي في الاخر تكتب خساره، 3 نقاط غاليين جدا في سباق الدوري كان بيتكلم عليه عادل، لكن هي دي كره القدم. وزي ما اتكلمنا في بدايه الاستوديو خالص كنا بنتكلم بعفويه كده، ازاي تتعامل مع المكسب وتتعامل مع الخساره. الخساره بالنسبه للعيبه النادي الاهلي ومجلس ادارته وجماهيره حاجه، يعني حاجه مفيش حد بيقبلها، ان هي صعبه جدا ان هي تحصل، ودايما بتحصل قليل قوي. لكن خلاص حصلت النهارده، هتتقبل الهزيمه، تبدا تراجع تاني، تراجع نفسك تاني، وتبدا تشتغل صح تاني، وتبدا تاني تفكر في المباراه القادمه مع المدير الفني الجديد. اخطاء كتير حصلت النهارده، فرص كتير او ضاعت، انا موافق حظ النهارده مش معاك، كل ده ماشي، لكن هو في نص ايمن، هو في سبب لهزيمه النهارده. سبحان الله، يعني لو على سير المباراه لا ما تخسرش، لا خصوصا في اخر، خصوصا في اخر حوالي 6-7 دقايق قبل هدف حسام. ايوه، في كم اهداف ضايع وكم فرص ضايعه مش طبيعيه، ان سموحه خلاص اعلنها رسمي بيدافع عليك من اخر 20 يارده، مش يعني اخر، خلاص هو اللعيبه كلها وقفت وبتدافع في المنطقه دي، انت بتحاول. كانت في برضه شويه استعجال، شويه في الفرص، في الكور اتقطعت منك كتير، مشكلتك في الهجمات المرتده كانت في 2 مدافعين بس، ودي برضه كان يعني مغامره هجوميه كانت صعبه شويه، لان برضه يا ايمن لو سموحه احرزت الفرص اللي جات لها وانت بتهاجم في عز هجومك كانت الامور صعب عليك جدا، لكن انت برضه بتضيع فرص، بس هم بيضيعوا فرص، انت انا يعني انا ممكن اضيع فرص بس ما يجيش عليا فرص، بس انت مغلوب، فهي الحسبه نفسها كانت صعبه شويه، انت بتفكر عايز تقلل الفارق، بس في نفس الوقت كنت لازم تامن شويه، لكن خلاص. ما هي المجازفه كانت مطلوبه في التوقيت دوت، يعني خسران 3 بس، ماشي المجازفه بس بدري قوي يا ايمن، المجازفه 3، المجازفه انت خسران 3 بس، 3 كانت ممكن تبقى 4 و5، كانت تبقى الموضوع هيبقى استحاله. فهي المجازفه ماشي، انا معاك على فكره في اوقات تجازف، بس المجازفه بس بعقلانيه زي ما بيقولوا، لكن خلاص المباراه النهارده حصلت بحلوها بمرها، انتهت، خسرت 3 نقاط، تبدا تفكر في المباراه القادمه ان شاء الله، تبدا تهدى شويه مع المدير الفني الجديد، اكيد مش هحاسبه مباراه قادمه على فكره، حتى لو هو اكيد هو اللي هيبقى يستلم الفرقه رسمي، وهو اللي ممكن يحط تشكيل، ولكن اكيد مش هحاسبه، يعني لسه بدري عشان احاسب المدير الفني، لكن بقول لعيبه النادي الاهلي النهارده، لكن النهارده مجهود يعني اشكروا عليه، الدقيقه 96 ناس بتجري وبتحاول، موضوع انك تبقى مهزوم دي في بعض اللعيبه مش مستوعباها، عشان كده كانت مضغوطه شويه، في بعض اللعيبه النهارده لازم للمره مليون تراجع نفسها كويس قوي، ولازم اللعيبه دي تتحاسب، لازم تضغط عليها، لازم يعرف هو فين، مهم قوي، لازم تعرف انت بتلعب فين، احنا انت مش بتهرج، انت بتلعب في النادي الاهلي، يا اما تبقى قد التيشيرت على النادي الاهلي ده، يا اما تقعد في بيتكم، انما سطر وتسيب سطر والاسم انك في النادي الاهلي والنجم كبير، الموضوع لا. مباراه النهارده ماشي انا متقبل الهزيمه، لكن مباراه النهارده
تصحصحك كده وتفوق الناس كلها وتعرفوا في ناس كده تعرف هي بيلعبوا فين. لازم عارف جرس انذار بدري. أي. سبحان الله ربنا كده بيجيب لك حاجات بدري، جرس انذار بدري. الموضوع لسه كله تحت سيطرتك انت، لكن تفكير لازم يتغير وهيتغير، ان في مدير فني جديد، مدير فني جديد طبعا المواضيع كلها هتتغير، تفكير اللعيبه هتتغير، هو الراجل فكره متغير يعني، لازم اقيم نفسه عليه، واكيد طبعا هيبقى الشده موجوده والحزم موجود، لكن جرس انذار بدري جدا جدا. انا موافق عليه، بقول الحمد لله ان جرس النهارده جه الوقت. المدير الفني كان بيتمنى يكسب النهارده عشان يبدا هو مسيره فيها مكسب، غير هو بيبدا يستلم مباراه الفريق بعد هزيمه، لكن في الاخر ماشي اكيد بهدوء عقلانيه نفكر اسباب الهزيمه ايه، نبدا نشتغل تاني من اول تاني، مفيش مشكله. البطل لما بيقع مره بعد كل كام سنه مش هيقع وهينام، ده لا ده هيقوم وراح وقف تاني اقوى من الاول ان شاء الله. فهارد لك لعيبه النادي الاهلي، وان شاء الله القادم يبقى اقوى وافضل ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله باذن الله. كابتن اسامه، هزيمه قاسيه في توقيت صعب. هزيمه قاسيه، ولكن بلغه الكوره احيانا بتبقى مستحقه، لانك انت حاجتين في كره القدم انت بتعملهم عشان تكسب مباراه، بتحاول تخلق اكبر عدد من الفرص وبتحاول تمنع مرماك انه ما يجيش فيك فرص، هي دي كره القدم. طيب انت نجحت انك تخلق اكبر عدد من الفرص. ما هو انا لسه انا بكمل. ماشي اتفضل. الفرص اللي انت بتخلقها تستغلها. انت في ماتش بيراميدز انت بتلعب جيم دفاعي، وده اسلوب احيانا بتستخدمه. صحيح جمهور الاهلي مش هيبقى راضي قوي انك انت مثلا في الماتش ما تهاجمش او تهاجم ثلاث اربع مرات، لكن انت لعبت باسلوب في يعني متحفظ شويه وقدرت من ثلاث فرص تجيب جونين. ده الجانب اللي انت بتستغل فيه الفرص عشان تكسب. ايضا في جزء تنظيم دفاعي عشان تقلل الفرص اللي عليك، صحيح، وتمنع دخول اهداف في مرماك. هي كره القدم في النهايه نتيجتها محصلتها هي الحاجتين دولت. فانت النهارده على قد ما انت خلقت فرص لم تستغلها، وفي المقابل اخطاء دفاعيه بالجمله من اول الماتش. رغم انا شايف سموحه مش في احسن حالاتهم، سموحه استغلوا اخطائك الدفاعيه اللي انت وقعت فيها. صحيح الشوط الثاني بالذات بطبيعه الحال انت مغلوب 2-0 وده الخطا الكبير، وعدم الـ يعني تصحيح الخطا اللي وقع في الجونين الاولانيين بخطا ثالث اقل يعني اكثر سذاجه اللي هو مروان حمدي، مع احترامي الكامل ليه، مهاجم كويس وكل حاجه، مروان حمدي معروف انه مش لعيب سريع، ان ياخد كوره من نص الملعب بعد نص الملعب باتنين يارده وحواليه ثلاث مدافعين من الاهلي وبيعدي وبيوصل داخل ال 18 وبيسدد زي ما علاء بدري فاول انذار مشكله زي ما علاء احنا قلنا فيها والكوره ماشيه زي ما علاء فاول من بدري، مكاتفه، اي حاجه كانت تتعطل. انت وصلته من بعد نص الملعب بحوالي 3 4 يارده لغايه داخل ال 18 ورقص ووجه وجون الثالث. خلي بالك الجون ده هو اللي خلى النادي الاهلي يخسر النهارده، لان وانا 2-0 انا كنت متاكد، حتى في ناس معايا بنتفرج بره القاعه هنا قلت لهم يعني بيعتبرونا احنا مجانين احنا بنقول كده، انا وهي 2-0 وناقص شوط انا عندي احساس الاهلي هيتعادل وهيكسب. بس الهدف الثالث في بدايه الشوط اضع الامل ده، خلى فيه رعونه. انت خلي بالك انا دلوقتي لعيب دخلت بين الشوطين ومغلوب 2-0 والمدرب بيحفزني ولازم نقلل الفارق ونجيب، وبعدين في اول دقيقه يجي فيها الثالث، حصل استعجال ورعونه، ولذلك هتلاقي في ربكه حصلت بعد الجون الثالث، خدت لها وقت يعني في 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 ربكه وارتباك حصل بعد الجون الثالث. الامور اتنظمت وانت زي ما انت بتقول ايه جازفت بقى المجازفه اللي هي يا صابت يا خابت، يا صابت يا خابت. انت عملت تغييرات، نزلت زياد طارق وحسام حسن وطلعت معلول وصلاح محسن واديك كوكا باك شمال،
وزودت حسام حسن قدام ونزل شحات بعد كده شحات في الاول وطلعت الشحات الاول نزلت ودخلت هاني ولعبت الشحات بقايت على اساس يهاجم في الحته الاماميه طلع رامي وهو كان عامل جبهه على فكره بس هو في ساعات في تصرفات انهاء يعني الكره اللي هي قبل الاخيره انه يعملها كويس لكن هو كان شاغل الجبهه دي كويس انا عكس حتى الجبهه الشمال الجبهه الشمال بعد ما طلع معلول وكوكا كانت ميته شويه يمكن طاير عمل واحده او اتنين في الاخر منها لكن انا بتكلم على ايه انت اتخلق عليك فرص ادي بقى النقطه الثانيه في شق كره القدم انك انت اتخلق عليك 6-7 فرص هم قدروا يجيبوا منهم 3 اجوان ومروان حمدي في بدايه الشوط بعد الجون في كورتين جول وانفراد 100% لانك انت بقيت تدافع بس بهاني وياسر وكل الناس قدام فكانوا بيروحوا 3-2 و3-1 بس مروان ضيع كورتين اسهل من اللي هو جابهم فهم دول اللي صعبوا الامور اكتر اللي هو الهدف الثالث انت حاولت وكره القدم فيها كده ولكن انت لازم تتعلم من اخطائك انت صحيح خلقت فرص كتير كان ممكن تجيب منها اهداف اكتر من الاثنين ولكن في المقابل كماتش مباراه كره قدم انت ما عرفتش تحافظ على مرماك بسهوله الاهداف اللي كانت بتخش فيك وعشان كده انت خسرت نتيجه اللقاء ولكن في النهايه هي كره القدم كده وهارد لك وفي لعيبه بذلت جهد كتير وفي ناس كانت بتموت نفسها ولكن في زي ما علاء قال برضو في لعيبه لازم تقدر قيمه التيشيرت بتاع النادي الاهلي صحيح كابتن عادل الاهلي يخسر 3 نقاط غاليه في صراع القمه بص يا كابتن اول حاجه عاوزين نتكلم فيها انا كلمتك قبل الماتش قلت لك حاجه مهمه قلت لك ان النادي الاهلي هيلعب فتره في حوالي 60 يوم هيلعب 16 مباراه وقايل لك ان هيبقى فيه نوع مش بتكلم على ماتش النهارده بتكلم في مشوار الدوري ايوه هيبقى فيه خساره ويبقى فيه تعادل والناس لازم تتوقع الكلام ده لانه طبيعي جدا الماتشات فيها ضغط هيبقى فيها ضغط كتير قوي فيما بعد انت لاعب كنت مضغوط الاول وبعدين مضغوط دلوقتي مش مبرر على مباراه اما مباراه النهارده النادي الاهلي عنده 44 بونت الاول عنده 51 بونت النادي الاهلي عنده 3 ماتشات لو كسبهم هيبقى 53 بونت يعني مش عايز بالمعنى ايه ما تفرحش قوي وما تزعلش قوي لازم تبقى كبير في الامور دي والنادي الاهلي كبير دايما البطل لما بيقع بيقوم بسرعه الفرق ما بين وقوع البطل غير وقوع اي حد تاني البطل لما بيقع اوامانه بيبقى بسرعه النادي الاهلي هيقوم بسرعه ويمكن ده درس مهم قوي للاعبين ممكن يكون درس قوي ويعني قاسي عليهم وكل حاجه بس جه في وقت ممكن يساعدك احيانا الهزيمه بتولد طاقات لو استغلتها صح مش تستغلها انك انت تبوظ الدنيا وتهد الدنيا والحاجات دي الموضوع انتهى في اسباب خلتك تخسر النهارده عدم الالتزام جوه الملعب وعدم تنفيذ المهام دي يشيلها المدرب وهيشيلها اللاعبين احنا خلينا نتكلم بمنطقيه عدم الالتزام بص تنفيذ المهام حاجه والالتزام حاجه تانيه الشد العصبي من بداية المباراة وأنا ليا وجهة نظر طول عمري بقى أنا ما بحبش المدير الفني يقعد في مدرج أنا بقولها لك دي وجهة نظر أنا حصلت معايا أكتر من مرة أنا قعد لي مدرب وخسرت أنا كنت مشدود إزاي ولعيبتي كانت مشدودة إزاي عشان يثبتوا للمدرب اللي جاي إن أنا لعيب جامد ولعيب كويس بدليل النادي الاهلي ضاع كام جون النهارده؟ كتير جدا فوق ال 11 12 فوق 12 13 هدف ايوه ال 12 13 هدف ده في اهداف اللعيبه مشدوده قوي عشان تجيب جون ايوه ودي ايه؟ تفسرها بايه؟ الناحيه الدفاعيه ايوه النهارده رامي الجون الاولاني بيديها للفيروي ده ايه؟ هل ده رامي؟ او هل اللعيبه اللي عندنا كانت بتجيب من انصاف فرص انت بتشوف وليد سليمان والشد انا مش بتكلم على وليد يمكن لعيب كبير وعنده خبراته لكن انا بكلمك على لعيبه كره بتبقى جوه الستة ياردة بيشوطوها فوق العارضة واللي يشوطها شد عصبي انا ماليش دعوه بقى الشد ده منين لكن في شد عصبي عدم ان اللعيبه ما عندهاش
مش مسترخيه كده. وممكن توقيت الاهداف يعمل لك الشد العصبي ده برضه. ما هو توقيت يا كابتن لما انت تبقى مسيطر ويجي فيك جول وبعدين مسيطر وبتوصل. لا بس انا مش معاك في كلمه السيطره وبعدين يجي فيك جول تاني. كابتن انا مش معاك في كلمه السيطره. مفيش حاجه اسمها سيطره في كره القدم ويدخل في الجونين. مفيش كده. لا في احنا لا لا احنا متفقين في لا يا كابتن. لا عادل بس هو اخطاء دفاعيه. التوقيت السيء الهدف الثالث بس. طبعا انا متفق بس لا لا هي دي بس عشان كابتن انا اصل انا بتكلم في نقطه. انا ما عارف انا بتكلم بس انا بقول لك عشان كان ايه بيتكلم هو بس توقيت الخطا بدايه الشوط الثاني. كابتن انا لسه ما رحتش للشوط الثاني. انا ما بتكلمش على انا رايح للشوط الاولاني الاول توقيت الاهداف. انا بتكلم التوقيت الوحيد الثالث بس بعد كده كمل زي ما انت عايز. بص يا كابتن مفيش سيطره مفيش قصدي انك تكون مسيطر على الملعب الا لما تكون مسيطر على اجزاء كلها. الملعب مش هجوم بس ولا دفاع بس. الملعب توازن انك انت بتدافع وانك انت بتهاجم. الملعب كده انك تدافع وانك تهاجم كويس. انت النهارده الشوط الاولاني بمجمل بمجمل بالمجمل ايه انه انك النهارده مشدود. ايوه انت مشدود. ايوه ايه اللي حصل؟ دخل فيك جونين الشوط الاولاني. الشوط الاولاني لما يدخل فيك هدفين بس انت مشدود مش تقدر تقعد. ماشي انت مشدود من ايه يا كابتن؟ من نتيجه الماتش. من نتيجه الماتش يعني زي ما الكابتن علاء هو بيقول الجول الثالث. بس انا بادئ بدايه كويسه فوجئت الهدف الاول. بدل ما انا اجيب الهدف الاول بيجي فيا الهدف الاول اكيد هتشد شويه. انا موافقك. اما فين البطل؟ ما انت بطل. انت قوي. انت النادي الاهلي. بص يا كابتن خلينا نتكلم كلام منطقي. اول حاجه عشان نعالج صح نشوف الاسباب بتاع المرض ايه. اسباب انك انت النهارده وانت بتهاجم وماشي كويس وهتجيب جون والتاني والتالت والرابع يدخل فيك جون. بيدخل فيك جون ليه؟ خطا ساذج. عارف ليه؟ لانك انت من ورا انت عمال توجه وعمال تتكلم. انا بتكلم على المدافعين ومش مركز مع لعيبك. اول حاجه في الدفاع وانت شغال وانت بتهاجم انا ما اتكلمش مع المهاجمين. ابقى مركز مع الراجل المدافع عشان لما تيجي واحده زي دي اشيلها. حارس المرمى في النادي الاهلي يا كابتن ليه هو بيبقى اميز حارس في الدوري او في مصر؟ لانه بتجيله واحده او اتنين بس صعبين جدا بيشيلهم. لو بيلعب في نادي تاني هيقعد يشيل كتير يشيل كتير يشيل كتير. لكن لما يجيله واحده او اتنين يشيلها. المدافعين كده الف ب في كره القدم. في فرقتين جوه الملعب، فرقه بتهاجم وفرقه بتدافع وفرقه ما بين الدفاع وما بين الهجوم. انت النهارده مهاجم زي الفل وعندك 30 فرصه بس كل ما بيتعكنن عليك انك يدخل في الجول. بيدخل في الجول ليه؟ عدم تركيز. ما هو لحظه واحده انت قلت بهاجم زي الفل. ماشي انا معاك في بهاجم زي الفل ووصلت لجول كتير قوي تمام. بس انا كمان كنادي اهلي مفروض عندي نوعيه من المهاجمين مش في اي نادي تاني يحرزوا اهداف. من ال 30 فرصه ما تجيبش غير جولين يعني دي برضه علامات استفهام. طبعا ما هو اللي انا عايز اقوله ايه يا كابتن؟ اللي انا عايز اقول لك انه احيانا انت بتبقى لعيب مشدود. مشدود من ايه انت؟ يعني في جوان محمد شريف جابها اصعب من اللي ضيعها النهارده كتير قوي. ده واحد. حسين الشحات الكره اللي خدها بدماغه دي اللي يلعبها بالعرض جون يشوطها فوق العرض دي ليه؟ الكره اللي هي بتاعه ديانج اللي هو عملها لمحمد شريف وحطها في العارضه. لو كان عمل جسمه كده كان حطها في الجون هو واحده ولكن لعبها كويس وبعدين حطها في العارضه ورجعت للهاني سليمان تمام. ورجعت للهاني سليمان. حاجات كتير. اهداف. بص يا كابتن اهداف كتير وكتير قوي. طيب ضاعت منك. انت بتتكلم عن الشد العصبي. بس انت بتقول ان الشد العصبي ليه مبرر او ليه سبب. ليه سبب. ممكن ما يكونش المدير الفني في الملعب. طب وماله؟ ما هو جاي بكره هيمسك بكره. طب وده ده اخر ماتش للجهاز الفني. ماشي يا كابتن ده اخر ماتش للجهاز الفني. كويس. ده اخر ماتش للناس اللي موجوده في الملعب. ماشي. ففي شد عصبي من اللاعبين ومن المدرب.
بدليل النهارده انت شفت عدم الالتزام جوه الملعب بالطرق التكتيكيه ادت انك خسرت 3-2. خلينا نتكلم كلام منطقي. احنا مش بنتكلم انت ايه اللي خسرك النهارده رغم ان انت عندك 30 هجمه النهارده. 33 او 34 هجمه. ايه اللي خسرك؟ عدم الالتزام من ورا. عدم الالتزام بالمهام الدفاعيه. ده اللي خسرك ان انت ما جبتش جوانا يا كابتن. ده جزء تاني. ما انا برضه ده الاهم من الطبيعي ان الفرقه بس عايز اقول صح خلص كلام خلص كلام خلص ماشي كلام معلش الطبيعي معلش يا كابتن انا اسف معلش كابتن معلش مع احترامي طبعا بس ما يجيش انا اسف النهارده لما تروح ب 30 فوق ماشي بالظبط 12 فرصه محققه ماشي ده وجهه نظر صح وتضيع ال 12 فرصه المحققين لا يبقى انت تستحق انك تتغلب لا وفي المقابل برضه ما يخشش فيك خلينا اكمل خلينا بص يا كابتن خلينا اكمل بس وجهه نظر كمل يا كابتن اول حاجه في كره القدم في الوقت الحالي كان زمان في الكره القديمه يقول لك الهجوم خير وسيله للدفاع مفيش كلام فاضي من ده الكره دلوقتي اسمها الدفاع خير وسيله للمكسب دافع كويس هتكسب كويس بقول لك ايه ليفربول ريال مدريد برشلونه مان سيتي اعظم انديه العالم بيلعبوا اقل انديه العالم بيلعبوا من نص ملعب وبيدافعوا كويس قوي وبيقفوا وبيجيبوا جوان وما بيدخلش فيهم جوان عارف يعني ايه يدخل فيك جون وانت رايح تجيب جون تعمل ايه في اللاعبين احباط ضياع الجوان ده ممكن يكون من الجون اللي دخل صح لانك انت لما روح والنتيجه 0-0 فهجيب الجون يبقى 1-0 لكن لما هروح انا فرود او اي لعيب هينفرد بجون واروح عشان اتعادل اول حاجه بعدين اتعادل وبعدين اجيب فالبدايه يعني النهارده انا متاكد لو كان النادي الاهلي رامي وياسر اللي اشدنا بيهم الماتش اللي قبله قلنا افضل ناس في الملعب والناس دي كانت وقفت وما دخلش فيها الاجوان دي انا اتحداك انك كسبنا 6-7 النهارده عادي لو انت عمرك ما تاخرت في النتيجه ورجعت بيها تاني لا بنرجع اكتر من مره لا 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 حصل اكتر طب ايه الفرق النهارده الشد انا شايف كده يعني انا شايف ان احنا كنا بادئين ماتش كويس طبعا وبالاشاده بكلنا ضيعنا فرص كتير جدا دخل في الجول اول مره اشوف مثلا النادي الاهلي ما بين 20 ثانيه و 30 ثانيه هجمه جديده وشكل جديد في الهجمه يعني شفنا اشكال في الهجمه النهارده 1-2 في القلب اللعبه من الطرف بنروح وبنطلعها لبره ومحمد هاني ده محمد هاني في اول ربع ساعه راح يجي اربع مرات ونزل الكوره محمد شريف تخبط في واحد وتروح فوق العارضه مش عارف محمد شريف واحده يرفعها للناحيه الثانيه ينزلوها يعني عندك تنويع في الهجوم وتنويع في كل لما يدخل فيك الهدف يا كابتن ايمن ايه اللي هيحصل؟ هيحصل شد عصب خلاك انت بدل ما وانت رايح باريحيه خلاك تبقى مشدود في الاخر الدوري العام في حاجه اسمها فروق البناط بمعنى النقاط بتاعتك أي. انت لما هتوصل لنهايه المباراه ال 34 هنجمع عندك كام بوند هنقعد نزعل وفي هده والحاجات دي لا في مدرب جاي من بكره ارفع راسك مفيش اي مشكله ما هي كره القدم كده ما هو فرق كتير بتاخد الدوري خسرانه 3-4 ماتشات انا مش ببرر ولكن انا بقول لك هي كده كره القدم هتفضل واقف على خسارتك او على مكسبك ما احنا بنجيب بطولات كتير ما بنقعدش نقف جنبها ونقول احنا ابطال واحنا مش ابطال لا احنا بنروح للايه للي بعده انا بقول لعيبه النادي الاهلي انسوا خلاص يعني انتهى الموضوع هنتعلم في واحد هيقود تاني مكان سامي وسامي هيبقى مساعد معاه وهو اللي هيقود الايام الجايه وانا عارف قيمه النادي الاهلي في كابتن خطيب هيقعد مع اللعيبه انا اكيد يسلم للمدرب واكيد هيشيل الحاجات اللي عندهم دي وممكن يديهم حافز تاني ويديهم قوه تاني فمش عايزين حته ان احنا نبقى منهزمين من جوانا وزعلانين لا خلاص انتهى الموضوع مباراه وعدت ارميها ورا ظهرك و الى الامام هشتغل تاني واشتغل تالت واشتغل رابع المهم في الاخر انا عاوز اهدافي ايه السنه دي ان شاء الله لازم ناخد دوري وناخد الكاسين اللي موجودين بس ده اللي انا عايزه بس طيب كابتن بلال من اكتر مباريات النادي الاهلي وصولا للمرمى ومن اقلها استغلالا للفرص ما انا قلت يا كابتن دلوقتي حالا انا معاك على فكره
خد بالك انت 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 معاك في النقطه. بص عشان بس ايه يعني نحط الامور في نصابها الطبيعي. انا كمدافع كمدافع بلعب فرقه زي سموحه عارف ان عندهم لعيبه عندها امكانيات وقدرات كبيره تمام. انت كمهاجم انت برضو ضاغطني، ما انا برضو الضغط خد بالك الضغط مش بس على المهاجمين، الضغط كمان على المدافعين. انا النهارده لما تروح بخمس ست فرص وتضيع خمس ست فرص وبعدين انا استقبل هدف، ما ده برضو امر مش طبيعي خد بالك. أيوة. انت برضو المدافعين بيبقوا مضغوطين زيهم زي المهاجمين بالظبط. انت كمهاجم بتبقى مضغوط ليه لما بتسجل فيك هدف؟ طب انا كمدافع لما اروح بست سبع فرص وما بسجلش ولا هدف ببقى قلقان ان في واحده عرضيه واحده تقلش. ما هو طبيعي خد بالك. صح. ما هو في كره القدم وارد كل شيء. مزبوط. وارد انك تخطا، وارد انك مثلا بنالتي غصب عنك. مزبوط. وارد كره من على ال 18 تتسجل هدف، وارد واحده زي اللي جت الشوط الاول تتسجل فيك هدف، ده وارد في كره القدم طول ما انت بتهاجم بالشكل المكثف. صح. ده بهاجم بالشكل المكثف ده وبالطريقه دي يبقى لازم النتاج بتاعه بتسجيل اهداف. مزبوط. لازم. النهارده انت بتهاجم بطرفين الاثنين طايرين قدام علي معلول ومحمد هاني، بتلعب اتنين سنتر باك وقدامهم كوكا وقدامهم ومعاهم اليو ديانج والباقي كله قدام في ال 18. اه وصلت وصلت لانك انت عدد اللعيبه اللي بتلعب في الحته الهجوميه كبير جدا، عندك كثافه هجوميه، عندك كثافه منظم هجوميا، منظم هجوميا. لكن انا في النهايه المدير الفني بيشتغل على ايه؟ بيشتغل على حاجتين مهمين جدا، ان انا اوصل المهاجم انه يسجل هدف وان انا امنع الفرقه الثانيه ان يتسجل فيها هدف. انا قدرت خلال 25 دقيقه ان اوصلك انك تصنع ست سبع فرص محققين محققين اكتر محققين. انا بقول يعني أكتر. اهداف بنسبه 90% والله اكتر، ما سجلتش منه ولا هدف. وارد انك تستقبل خلاص، هي كره، ده قانون في كره القدم ما ينفعش نلغيه ما ينفعش. انا النهارده انا النادي الاهلي سبع ثمان فرص ما بتسجلش اهداف، دي حاجه جديده عليا جديده عليا. انا ممكن اي فرقه تانية تعمل الكلام ده، لكن انا النهارده ايه الفاليو بتاع المهاجم؟ القيمه بتاعه المهاجم ايه هي القيمه بتاعته؟ حظ الاهداف، ان لما يجي لي فرصه اسجل منها، لا فرصه اسجل، وفي بعض الاوقات بصنع الفرص. في بعض الاوقات اصنع الفرص. تمام. انت بتتكلم على دوري عام، يعني الدوري العام بفرصه بتاخده بتكسب دوري عام. تمام. انما كميه الفرص الغير طبيعيه اللي شفتها النهارده الحقيقه، في فرص منها بدلك، لكن في فرص من الحقيقه عدم تركيز، في فرص منها الحقيقه يعني انهاء بشكل غير جيد تماما على الاطلاق. عشان ما نتهمش الحظ في كل حاجه، اصل مش معقول الحظ يا جماعه 20 فرصه، انت مش طبيعي يعني بلعب الشوط الاول والشوط الثاني عندي 20 فرصه اجيب فيهم 18 جول، ال 18 يضيعوا مش تبقى امر يعني امر، واللي يجي والحاجات اللي تيجي جوان يعني ان اكسبكتد خالص يعني الجولين، لا امر مش طبيعي بالنسبه لي، امر مش طبيعي. الاهلي النهارده احنا هجوميا كطريقه لعب عملنا كل حاجه في الكوره، كطريقه لعب خد بالك، كمحاولات على المرمى، كشغل تكتيكي من قلب الملعب ومن على اطراف الملعب اشتغلنا بشكل جيد جدا 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 الحقيقه. لكن كاستغلال فرص صفر صفر، استغلال فرص صفر. لازم شريف يقعد مع نفسه شويه، طاهر يقعد مع نفسه شويه، لازم اللعيبه اللي في الحته اللي قدام لازم يا جماعه نفكر احنا ازاي ازاي المدير الفني بيشتغل كم شغل رهيب ان انا اوصلني ان انا اجيب جول وفي الاخر انا بضيع الجول بشكل مبالغ فيه، ومش النهارده مش اول ماتش النهارده الحقيقه، ماتشات كتيره جدا. لكن انا هتكلم على الناحيه بقى يعني مش هتكلم عن الناحيه القتاليه شويه. انت 3-0 في اخر ثانيه في المباراه ممكن تبقى 3-3، سجلت هدفين والكره اتلعبت بالعرض يعني، في واحده بتاعت وليد سليمان اللي طلعت، واحده بعد كده بتاعت شريف اللي تتحط برده جول، برده الكره ضاعت. عندك روح، عندك روح. كابتن علي كابتن علي اتكلم على نقطه مهمه جدا عشان والنقطه دي فارقه مع اللعيبه الكبيره. انت قبل كده تعرضت لمواقف اسوا من كده بكتير جدا، انت تعرضت انك تبقى مغلوب لحد الدقيقه كام؟ 94 94 وقدرت انك تكسب مظبوط. تمام. الروح القتاليه العاليه. انا النهارده يا كابتن في حاجه بس ما شفتش مدير فني في الملعب مش بره. يعني لعيب بيحفز ويحمس ويشد ويزعق يعني عارف قائد. في وقت من الاوقات قائد في الملعب. في وقت من الاوقات القياده مش لازم تكون فنيه بس، القياده لازم تكون، قصدي مش من بره الملعب، مش من بره بس يعني. لازم تكون القياده من جوه الملعب. النهارده يا جماعه لازم اجيب شريف واشده، يا شريف ركز شويه، يا طاهر ركز شويه، يا قفشه ركز شويه. لازم الحاجات دي اسس اتربينا عليها داخل النادي الاهلي، ما ينفعش نفتقدها، ما ينفعش بقى لحال من الاحوال، ما ينفعش. اللعيبه الكبيره لازم تقعد قاعده، لازم مع بعض. الدوري العام يا جماعه بتاعنا يعني احنا افضل بكتير جدا جدا يعني. النهارده لو انت شلت الاهداف
من الماتش وبصيت على النادي الاهلي انت افضل بكتير جدا جدا من من سموح، افضل بمراحل كتير جدا جدا جدا. في اخطاء دفاعيه، في اخطاء دفاعيه، اخطاء دفاعيه فرديه. يعني الهدف الثالث اشد خلص خلص، حتى لو خدت انذار عادي يعني، في كره القدم وارد جدا انك تعمل كده، وارد انك تعطل اللعيب. بس انا معاك في نقطه كويس، عدم استغلال الفرص بصوره جيده. طبعا لان انت ممكن، انا عايز اقول لك حاجه كابتن. انا ممكن استقبل ثلاثه بس ممكن اجيب خمسه سته كابتن، وجات لي فرصه النهارده. لا 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 معلش ايمن، مع احترامي. ايه يا اسامه؟ لا 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 في الكوره، لا 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 بالعكس احنا بنشوفها كتير. بالعكس هو مش انت بتكسب 6-2 و6-3 برازيل يا ايمن، بس طبعا الاجيال الصغيره مش هتفتكر الكلام ده. 82 كانت بتجيب جوان كتير قوي، كانت بتخسر فرقه في العالم، وايطاليا خدت منها كاس العالم عشان كده. ماشي. لا مفيش حاجه اسمها مفيش انديه بتكسب 5 و6-2 و6-3. ماشي ماشي، مش كل ماتش هكسبه 5-2، مش كل ماتش هكسبه 5-2. ما انت زي ما بتقول مش كل ماتش يا ايمن، معلش معلش معلش، زي ما احنا بنقول المدافعين ضيعوا دي حقيقه وكانت فرص سهله، ايضا مش من المنطقي، ما انت زي ما انا احنا بنقول ان المهاجم لما بيضيع بيعمل ضغط على المدافعين، والمدافعين لما كل شويه يجي فينا جون ما عامله ضغط على المهاجمين برضه. لما انا ابقى بادئ الشوط لسه والاقي النتيجه 3-0. ماشي يا كابتن اسامه، لما تجي لك فرصه فرصتين ثلاثه، انت جايب لك النهارده فوق 15 فرصه. ماشي مش معنى كده لازم اكسب. الصراع ما بين الهجوم والدفاع يا كابتن، لحظه بس كده، الصراع اتفضل يا كابتن. بص يا ايمن معلش، ما احنا برضه مش عايزين نحمل جزء على جزء. هما اللي في، انا قلت لك الكوره حاجتين، انت بتخلق فرص عشان تجيب اجوان عشان تكسب، وبتقلل الفرص اللي عليك وبتمنع عشان ما يجيش فيك اجوان. في ماتشات كتيره شفناها في كره القدم، ها شغل مدافعين يعني المهاجمين قاعدين يضيعوا وانت بتكسب، بتطلع 0-0 او بيجي فيك جون او بتاع. لكن بالعكس تماما، ما هو عيب. ماشي ماشي، يبقى مش هنقول بس المهاجمين، ما انت بتعمل برده زي ما انا بعمل عبء ان انا ما جبتش جون، برضو انت بتعمل عبء عليا ان انا ابتدي الشوط وانا مغلوب 3-0. ما هي برضو صعبه، برضو ما هي مش الامور. فهي ما نقدرش نقول ان مجرد فقط ان المهاجمين ضيعوا. ماشي المهاجمين ضيعوا فعلا، ضيعوا فرص سهله، ولكن ايضا اخطانا اخطاء دفاعيه سهله جدا، ده كلفتنا 3 اهداف وكان ممكن يجي فينا جوان تاني. بص يا بص يا سامي، بس معلش يا بلاد، اتفضل. هو الموضوع كله بس سهل جدا كويس. هو الفريق ومش فريق، لعبه مش فرديه، هي لعبه جماعيه. متفق مع اسامه وبلال وعادل، لعبه جماعيه ولعبه. هو ليه الناس بره او الفرق بره او الفرق الكبيره اسمها فرقه كبيره ليه؟ ان كل واحد عارف شغلته، كل واحد بيعمل المهمه بتاعته بالظبط. انا ما يفرقش معاني بلال بيضيع هدف او عادل بيضيع هدف، انا عندنا مهمتي في الملعب، شغلي في الملعب اعمله، انا اعمل شغلي بس. هو ده كل واحد ليه حاجه بيعملها في الملعب. صح. عشان كده في الاخر شغل وشغل عادل واسامه وبلال وانت بيتجمع كله في شغل الفريق. صح. لكن ما ينفعش مثلا عادل كمهاجم بيجيب الكوره بس ماليش دعوه فاسامه المدافع ما يعملش. لا ما ينفعش، هي مش لعبه فرديه. لا طبعا، كل واحد في الملعب ليه وظيفه. انا كمدافع ما تاثرش ان بلال بيضيع جول. مزبوط. انا اعمل شغلي، لما انا اعمل شغلي صح وعادل يعمل شغله صح في الاخر الفريق كله يبقى صح. لكن هي مش واحد بيشيل خطا واحد، مش في كره القدم الكلام ده خالص. كل واحد يعمل شغله، كل واحد عارف الحته بتاعته يعملها كويس جدا، انا مجتهد فيها وعارف انا مثلا مطلوب مني اعمل 1-2-3 كمدافع. كمدافع ولا هجمه مع عادل مثلا عند بيعمل اوفر، انا ماليش دعوه بعادل بيعمل ايه، انا ليا دعوه بالمهاجم الثاني ابقى قريب منه. يعني الهدف الثالث ده يعني قلب بيه كره القدم، مش هقول لك فاول وهي هجمه انت بتعملها، انا يعني مساك خليني مع المهاجم بتاعي وفي واحد زياده. يعني حاجات يا ايمن بدائيه، ودايما على فكره احنا اكتر استوديو بنتكلم على الاخطاء دي كل مباراه. يا جماعه لما كل هجمه مع المهاجم المدافع ملوش دعوه، انا عندي مهمه زي مثلا المدافع يعني مساك بكره عند الشناوي عند مثلا المدافع، عادل مش بيفرج او بلال بيفضي نفسه او بيفضي نفسه ياخد ليه دور. يا جماعه هي في الاخر كوره لعبه جماعيه، كل واحد ليه مهمه بتتعمل في الاخر. يقول ده فريق كبير، مش كبير عشان بلال بيجيب اجوال او اسامه بيدافع، لا كل واحد بيعمل دور بالظبط، عشان في الاخر تجانس بين الاثنين وكل واحد بيعمل المهمه بتاعته. يعني الكلام كله يا اسامه كلامك صح، عادل وبلال هي في الاخر كلها فرقه، فريق اسمه فريق كوره، يبقى لازم كل حاجه كل واحد يعمل وظيفته. انا عايز اقول حاجه، انت دلوقتي قبل الهدف الثالث ايوه انت ابتديت الشوط وانت مغلوب 3-0. لو الهدف الثالث ده متاخر النادي الاهلي في نهايه النتيجه طلعت كام؟
3-2 مش المهاجمين قعدوا يضيعوا قعدوا يضيعوا بس في الاخر جابوا جونين. لكن اللي صعب الامور ان الهدف الثالث جه في توقيت صعب جدا، انك انت نازل انت بتدور على هدف عشان بتدور على هدف لقيت نفسك بدايه بادئ الشوط وانت مغلوب 3-0. هنا بقى كابتن فالاثنين هي لا هنا بقى يا كابتن اسامه اللي انا عايز اقولها ايه. انا دلوقتي في كابتن علاء قال لك ان هو توازن، هنا بيهاجم وهنا بيدافع وهي فرقه واحده. لكن بص يا كابتن، أصعب حاجة الأخطاء الفردية، في أخطاء جماعية وفي أخطاء فردية، في أخطاء وظائف ملعب وفي أخطاء تكتيكية من بره، في حاجات كتير قوي في كرة القدم. النهاردة قول لي أهداف اليوم، أهداف اليوم أخطاء فردية مش سيستم، أخطاء فردية من لاعبين، يعني فكرة صغيرة. فيبقى هنا لما أجي أنا أضيع كمهاجم ها والمدافع يدخل في جوانب انا اخطات وهو اخطا، بس لما انا كمهاجم ما اجيبش هدف هطلع 0-0 اخد بون. لو انت كمدافع ما دخلش فيك هدف. عشان كده بنقول ايه، بدايه الكوره الاساس اللي هو ايه، الوقفه الدفاعيه اللي بتهدي انك انت كمهاجم بيبقى عندك طول عمرك فرود يا كابتن. لما كنت بتلعب باريحيه وكسبان 2-0 والكره لما بتجيلك بتلعبها بهدوء وصح وبرزانه، لكن لما بتكون مغلوب 1-0 بتبقى متسرع ومشدود وممكن تضيع اهداف. علشان كده بنقول دائما للعيبه خلونا ناخد الخطوه الاولانيه، امنونا طول الوقت. عشان كده بتبقى الفرقه ثلاث فرق جوه ملعب، مدافعين ومهاجمين وناس بينيين، في كله بتبقى فرقه واحده بس. انا بس ليا وجهه نظر معلش يا كابتن امام في القصه دي عشان الموضوع ده موضوع شائك يعني. طب هقول لك حاجه، طالما هو موضوع شائك ممكن نروح فاصل ونرجع. لا استنى قبل الفاصل، قبل الفاصل بعد قبل الفاصل معلش اتفضل. الفكره اللي انا عايز اقولها يا كابتن معلش، انت ما بتلعبش نفسك برضو. انت في كره القدم ما بتلعبش الكلام اللي بنقوله ده امن دفاعي عشان لو ما جبتش اجوان، انت ما بتلعبش نفسك، انت بتلعب فرقه عندها امكانيات وهيجي لها فرص. المباراه ما بين فرقتين، فرقه انت عندك امكانيات وقدرات والفرقه الثانيه برضو مش ميح عندها امكانيات وقدرات، وارد جدا ان هي تجيب اهداف تسجل اهداف ده طبيعي. ومفيش فرقه في العالم ما بيخش فيها جوال، فطبيعي انك هيجي فيك جول طبيعي عادي جدا على فكره. في كره القدم بتلعب فرقه جايبه 33 جول في تقريبا 16 او 20 ماتش تقريبا، يعني مش كده يا كابتن؟ تقريبا يعني معنى ايه؟ ان وارد جدا انه يسجل اهداف. فالطبيعي انا لما لاعب فرقه زي دي بالامكانيات دي لما يجي لي فرص لازم اسجلها عشان عندي هناك في هيبقى في مشكله الناحيه الثانيه. هو انت النهارده انت بتلعب فرقه عندها مهاره وعندها سرعه وعندها سرعه تحول من الدفاع للهجوم، مش طبيعي ان انا بضيع 5-6 فرص ويجي فيها جول اقول انت ما وقفتش صح ليه؟ لا الطبيعي ان انا اقول انت ما جبتش جول ليه؟ يا بلال هو الموضوع شائك. طيب. بص يا ايمن عشان بس برضه انا قبل ما انت تطلع فاصل، الموضوع شائك وزي ما علاء هي منظومه فرقه مظبوط. لا انت معنى ان هم هيجي لهم فرص ان انا برضو كنادي اهلي او كنادي كبير ان يخش فيها 3 اهداف بسهوله ويضيع عليا 3-4 انفرادات، لا ما هو برضو انا ما بقاش انا واي فرقه عالميه بعد الثلاث اجوال خلاص المباراه يعني. طبعا كلنا متفقين طبعا على الكلام، بس هو حته الشده حته الزعل، احنا طبعا متضايقين ان الفرقه كسبت ان الفرقه خسرت، لان احنا كنا منتظرين بعد العرض صراحه النادي الاهلي قدم عرض جيد النهارده، ولكن يعني على المستوى الدفاعي كان في اخطاء ساذجه كلفتنا خساره المباراه. نروح لفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم مع نجومنا الكبار، انتظروا. بنرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن علاء نطلع الزمن اللي احنا فيه من اللي حصل، من اللي حصل النهارده مفيش حاجه حصل. لا اللي حصل النهارده صعب علينا ماشي، لكن مفيش مش يعني مش مصيبه، مش كارثه، مش كارثه. مباراه خسرتها هي المباراه دي بكام نقطه؟ ثلاث نقاط ترميهم على جنب. لكن مش تطلع منها زي ما ايمن تخرج لعيبتك ازاي بسرعه بالظبط، وتعالج اخطائك ازاي كويس. طول ما انت بتلعب مباراه او بتلعب مباريات زي ما بقول لك انا دايما فرقه كبيره كده الحاجه الكويسه تمام، لكن ابدا اصلح اخطائي، كل ما بصلح اقلل اخطائي كل ما ابقى احسن. كره القدم كده، الهدف الاهداف النهارده اكبر دليل النهارده على الكلام اللي بقوله النهارده. خليك معايا استمع انت وعاد، الثلاث اهداف جت النهارده بايه؟ اخطاء فرديه بس، اخطاء ساذجه زي ما عادي بيقولوا اخطاء فرديه ساذجه. طيب لازم يا ايمن عشان توصل يعني لاعلى مرحله في كره القدم عالج الاول
الاخطاء بتاعتك، قلل اخطائك. كره القدم النهارده كل ما تقلل اخطائك كل ما فيش خطوره عليك، لكن أيوة. النهارده كل يعني ده الشوط الاول طبعا هاري كان تقريبا يعني عمل كل حاجه في الملعب. طيب. كويس، دي فرص، دي فرص دي يعني دي واحده مش يعني يا جماعه لازم جولك. كنا بنتكلم زمان نقول يا ايمن يا جماعه الفرصه اللي تجيلك لازم اقول دي. برافو عليك، مظبوط. بص دي برده ده الهدف الاول، اتكلمنا قلنا في التمركز ما تبصش على اللعيب اللي معاك الكوره، بص على اللعيب الاخطر دايما حتى لو الكوره اتقطعت هنا. انا معاك ان هو غلط الكوره اتقطع هنا، ودايما بقول لك الاخطاء هنا بتبقى صعبك تلحقها، لكن ماشي على فكره انا لما الكوره تقطع من هنا ماشي مش لازم تيجي فيها جول. كل الحاجات دي كلها يعني بص ديانج بص فين آه المساحات احنا كنا عليها بين الشوطين ايمن قلنا بس كنا بنتكلم بسرعه. هاني يعني هاني كان تقريبا عمل كل حاجه الشوط الاول، عمل كل حاجه تقريبا جول اهي. بص يا ايمن دي ده بقى تهاون اللي بيتكلم عليه بلال، ده تهاون وقل التركيز. لازم يعني لازم عشان كده بقول لك يعني مع احترام اللعيبه دي كلها لازم تشد اللعيبه دي كويس قوي. ايه ان الكوره دي هدف، دي كوره المباراه، وانا بقول قلنا الكلام ده مليون مره يا جماعه، الفرصه اللي تيجي دي كوره المباراه، دي كوره المباراه، مش كوره تيجي وابدا اشد التيشيرت وابدا اتضايق واتعصب. انا ما بحبش كده، انا ما بحبش كده، بحب الكوره تيجي اركز ان اجيب هدف. صح. يعني بص مساحات موجوده في سموحه على فكره الشوط الاول كتير جدا، هنا سبق يعني هنا يعني سبق، لكن المساحات موجوده. الشوط الاول عبوا حاجه واحده بس كان بيتكلم عليها بلال من شويه، قله التركيز المهاجمين امام المره بس. يا ايمن هو ده، بص الكوره كده اتفضل، ما انا بقول لك ده كله قله ده. انا شاكك في الكوره دي، ممكن اقف هنا تاني ارجع، ممكن سمير ارجع هنا ارجع الكوره دي تاني ونبذ ارجع تاني لو سمحت. انا شاكك في بنالتي يا كابتن. لا شاكك في بنالتي، انت هتكلم على انا ما بتكلمش على بنالتي، ارجع تاني استقبال الكوره، ارجع بس لحد ما يستقبله هو. كمل 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 تاني ونبذ كمل دي ستوب هنا، اقف هنا، اقف هنا يا سمير، اقف هنا يا جماعه، بص اقف هنا، لا اقف خلاص اقف اقف. بص كام لعيب من الاهلي وكم مدافع من سموحه؟ خمسه. بص خمسة المنظر، خمسه قدام اربعه، دي تمرينه يا عادل، دي تمرينه يعني. بص خمسه على اربعه والكره ما عرفش يجيبها جول. هم هناك بقى الهدف الاول غلطه اتقطعت، واحد وسط ثلاثه جابها جول. ده اسمه التركيز يا ايمن وعدم التركيز. صح. مروان حمدي ركز لانه هجمه بتجيله مع النادي الاهلي، هو بيستلم الكوره عارف ان هي مش هتتكرر كتير. عشان كده بركز فيها كويس قوي وجابها جول. انت هنا اللي استركيز مهاجمينك كلفتك كتير يا جماعه. صح. انت بتعمل كل حاجه هنا طبعا، دي مش وحشه، عملها كويس يعني. عملها كويس بس جون بقى، عملها كويس بس هو عملها كويس، رايح معاها كويس. هنا ما ينفعش يا ايمن، هنا واقف غلط طبعا، يعني هنا موقف غلط. هنا الشناوي طلع امتياز، لكن كموقف دفاعي بالنسبه لفرقتك علي معلول غلط بالظبط. يعني هي بص الشناوي برضو بيستغرب ان يا جماعه ما بص ايمن لان بيوصلوا للجول بسهوله. بص دي كمان ده برضو يعني بص مساحات موجوده كتير قوي، بنضرب باصه والتانيه بيوصلوا يعني. بص لا احنا ممكن تجيب لنا الكره دي بعد اذنك تاني يا سمير، لسبب بسيط بس انا هعد بعد اذنك بس ماشي. بص ثلاثه، بص احنا كام لعيب، بص كام في فرقه النادي الاهلي كام لعيب وفرقه سموحه كام لعيب. بص يا ايمن انت بص الاول بس ثلاثه على ثلاثه. بص يا ايمن الاول التمريره ضربت كام لعيب؟ مظبوط. التمريره ضربه ثلاث لعيبه مظبوط. وبرده المشكله اللي بقى انا صوته تعب منها، رامي وياسر ليه ورا قوي عند الشناوي؟ ليه يعني؟ تخيل لو رامي رامي وياسر اللي قدام شويه. صح. التمريره دي مش هتعمل، هتقطع التمريره دي وكوكا كمان يعني. اخطاء بص ايمن اخطاء سهله ودي برده خطر يعني. في بص ايمن انا معاك ان احنا ضيعنا فرص كتير قوي، بس برده خد بالك الاخطاء دي بتكلفك كتير. لازم الكره من حقه يتفعل بالظبط يعني. دي هايله، دي كره هايله. لا دي هارد لك يعني. عادل بيقول ان هو عملها في القائم وكده يعني، وعملها احسن حاجه عادل، لكن هو دي هارد لك. عدم توفيق. صح. دي يعني دي عدم توفيق، ربنا مش رايد في دي، لكن هو عملها حلو. صح. لكن انا بتكلم على، انا مش عايز اتكلم على بس الشد العصبي خلت ديانج ما يجيبش. دي جول، دي لازم جول برده. دي برده قله التركيز يا جماعه، دي جول يا جماعه، دي تعلى شويه جول. بنتكلم على سبع فرص لحد دلوقتي. بص هنا هم برده، بس المشكله ايمن انت بسايب لهم مساحات وفرص، ممكن يبقى التوفيق معاهم زي ما حصل النهارده. ده الهدف ده. بص دي كوره ثلاثة أربعة اتقطعوا جول يعني، هو ربنا كان وفق معانا. بص ايمن الفرق بين الفرص بتاعتنا والفرص بتاعتهم ايه؟ ان ربنا موفقهم هم، وده حاجه فكره في كوره الناس دعوا بيها، بس هم يحسب لهم بحاجه، هم الكوره بيروحوها بيبقوا مركزين كويس قوي عشان عارفين ان الفرص دي نادره ممكن ما تتكررش.
لا لكن انت طبعا دي زي بتاعت شريف، زي بتاعت شريف بالظبط. فرق الاستلام وقفه غلط، ده استلم جول، ده استلم بره، اربعه خمسه لعيبه في النادي الاهلي، ده تركيز. عارف يا ايمن المشكله بتاعتنا في ايه بعد ما شفت كل الاجوال دي؟ ان احنا لما الكوره تقطع مننا بنرتبك في الوقفه دي. اتفضل، ده جول كمان، بترتبك في الوقفه مع ان المفروض انت حتى لو غلطت ازاي لو راي صلاح غلطتي ده طبيعي، لكن انت بترتبك في الوقفه. تمريره الجول اللي جه فيها الثالث وحشه قوي بصراحه، يعني اربعه خمسه واقفين على غلط والراجل جه استلمها، بس الراجل هو بيستلم اللي بيقول عليه كان بلال وعادل ان هو عارف ان الفرصه دي نادره فبيجيبها جول، عارف متاكد منها فبيجيبها جول. انت انت فرص كتير قوي، تمام، فرص محققه الشوط الاول، طيب فيها سوء حظ بتاعت محمد شريف انا معاكم، لكن فيها كمان قله تركيز من بعض اللعيبه. صحيح، لازم تبقى اما تيجي تعالج حاجه ايمن لازم الاول تتكلم. صحيح، تحط ايدك الاول على الخطا. الخطا ان انت اهو ده برضه بص ان هي سبب ده ده ليه مش فاول؟ ليه مش فاول هنا؟ وهاني جايب وليه مش هنا؟ وليه مش هنا؟ وما شدوش. طب وليه مش هنا؟ هيعمل ايه؟ ده من نص الملعب يا اسامه، ثلاث لعيبه اعمل فاول، خد انذار. يعني انذار ولا جول؟ اه لا طبعا، بس حاجات بسيطه يا ايمن، لكن صحيح يعني انا يا ريت دي رجعها يعني، لكن اهو انت متحكم. بص دي مثلا، بص دي جول، دي خمس لعيبه هتقلنا تاني دي بعد اذنك يا سيدي، خمسه واقفين جنب بعض يا ايمن بعد اذنك، يعني بص خمس لعيبه واثبت بقى هنا، اثبت بالكره بتلعب بالعرض. بص كمان كمان عديها يا سمير، خمس لعيبه، خمس لعيبه انا معاك يا ايمن، بس ما فيش حد فيهم. بص ثلاث لعيبه اعتمدوا على بعض الاربعه عشان قريبين قوي، عادي عشان قريبين قوي، ما فيش انتشار كويس. عارف كل ده ليه يا كابتن؟ عشان انت مضروب هدفين ثلاثه بالظبط، انت مشدود الكره زي دي أيوة. عشان انت لسه جاي فيك الهدف ففي توتر برضه، توتر. ما احنا عشان كده بنقول ايه، الفرقه فيها توازن، المهاجمين بيساعدوا نص الملعب والمدافعين، والمدافعين بيساعدوا نص الملعب والمهاجمين أيوة. ودول بيمنعوا اهداف ودول بيجيبوا اهداف، فهي الفرقه متكامله أيوة. فهو في عدم توفيق النهارده في حاجات، وفي سوء تمركز أيوة. للمدافعين في اكتر من كوره، دي مش سوء حظ، دي اللي تركيز برضه عملها وحش دي كمان. ما تعملش كده، بقول لك ايه، ما تعملش كده. انا عايز اقول لك حاجه يا كابتن، عايز اقول لك حاجه صحيح، المفروض ياخد كيرف مع، لا انا عايز اقول لك حاجه صحيح، ده كل الهجمات اهداف فعلا صحيح، بس مش انت مش مركز. طب دي هي ايمن، انت مش مركز مع استعجال، لكن هي الموضوع كله تركيز. انت مهاجم النادي الاهلي يا ايمن، معلش لازم اكون رايح للجول واكون مركز بعمل ايه، صح؟ بس الكلام ده اللي انا اقدر اقوله، يعني ده هدف ماشي جميل، ده جول، لان المساحات موجوده، بس هي زحمه من غير مساحات، زحمه من غير مساحات. انت مشكله بعد الهدف ده انت هديت، انك لعبت لعب الى حد كبير عشوائي شويه، مع انك لسه بدري على فكره. الهدف ده لو انت لعبت بنفس الطريقه وعلى مهلك وتعمل كل كره صح، بص كام لعيب من سموحه، لكن طاهر فاضي وفي اتنين فاضيين في القلب كمان كويس. كويس حسين عاملها كويس قوي هاي. وحسام كان فاضي صح. لكن انت بعد الهدف دايما في استعجال، توتر استعجال، كان لازم معرفش بقى حد من بره حد من الملعب اهدى نهدى العب عادي، كان لازم ديانج يتكلم، لازم حد يتكلم. يا بص هنا غلط برضه، ما ينفعش ده في الكوره، ما ينفعش لو اتعمل بالعرض يا ايمن 3-3 ما ينفعش برضه. بص يا ايمن، زي بنتكلم على فرص احنا دعناها باستغراب، مواقفك الدفاعيه برضه غريبه شويه يعني، برضه ما ينفعش انت لازم تلعب لبره، بس ده قرار غلط على فكره، ده مش تركيز، ده قرار غلط يا اسامه، ده ده قرار، قرار غلط، لازم بالعرض. هي دي ما ان عامل واحده بالعرض اللي جابها جول، يا عادل اسهل من دي يعني، اصعب من دي، ده على مهله خالص يعملها صح. صح، هي دي حسين الشحات، يا ريت يرجعها لنا حسين الشحات. طمع في الترقيصه يعني، هو حس بعد الترقيصه طمع في الكوره بعد، ايوه يعني هو حس انه عمل ترقيصه بشكل حلو فعايز يكملها، هو جول عايز يجيبها بشكل جمالي، هو عايز يجيبها بقى خلاص، هو كمان جول. هو لو شالها شيب كده لشريف صعب قوي يا كابتن، صعب قوي، صعب ان انا اجيب جول، صعب قوي هنا، هو صعب ان انا اجيبها. لا بقول لك، ايوه انا بقول لك، هو تفكيره صعب ان يجيبها من هنا وسام قوي، ايوه هو فكر فيها كده، صعب لازم يعملها بالعرض طبعا، جول. لا انا بتكلم على انه هو عملها الاولى حلو، بشكل عملها الاولى حلو، هو طمع فيها ان هو يجيب، هو لو عملها تشيب. بس في نقطه مهمه انا عايز اتكلم فيها، عد الانتشار، الانتشار بتاعك من الشد العصبي بتاعك انت في احيانا الملعب، احيانا الملعب ما كانش فيه توازن عندك. انت احنا جبنا الجون الاولاني، احنا جبنا الجون الاولاني، كان يجب بعد الجون الاولاني تنظيم الملعب تاني، بمعنى انك انت يبقى عندك انتشار كويس. اكتر من هجمه ليك ضاعت من عدم الانتشار،
كل الاهداف اللي انت يعني فيه الهدف اللي هو اللي طاهر محمد طاهر حطها. الكره الثانيه الانفراد اللي انت قلت عليها كابتن سعيد. دي طبعا دي كانت يعني مروان حمدي يعني الحمد لله ايه كابتن ده ايه عدم انتشار وابتزاز هدف يعني دي اثنين مدافعين بص ده كابتن كانت دي هتنهي الماتش تماما كانت خمسه ادي واحد اثنين بص الانتشار بتاعك عامل ازاي اثنين مدافعين عادل مين هنا مين هنا ماسك كان يجب يا كابتن ايمن حاجه مهمه قوي في اوقات دي طبعا جون يعني ايه الوقفه فيها دي ما اعرفش هو رقص كويس انه عمل كده لان جون دي جون أيوة اسهل أيوة من الاجوان اللي هو حطها أيوة يعني بس هو يمكن كان تعب ما تفهمش تقدر تقول لي ليه يا كابتن دي تقدر تبررها لي ليه الهجمات اللي كانت صعبه على النادي الاهلي لانك مشدود أيوة انت عاوز تجيب جون باي طريقه ومش متخيل انك انت تتغلب ثلاثة مشدود وبقيت كمان تخرج من اماكنك باعداد كبيره أيوة قوي مش هي مفروض تبقى بالاعداد دي كلها احيانا يعني انت خلاص وصلت لمرحله ورا عايز تعوض بقى ماشي عايز تعوض بس برضو ما هو انت ما مش معنى ان انا عايز اعوض ان انا انتحر يعني ما هو انت برضو الاجوان دي لو فيها تركيز شويه من مروان حمدي كان بدري قوي كان هيبقى الرابع وخلاص الماتش انا كنت عايز اتكلم في ايه يا كابتن في نقطه مهمه اللي كان أو بلال اتكلم في النقطة دي قال إن لازم يبقى فيه مدرب جوه الملعب كمان قائد مش عندنا دي عادي من زمان والقائد اللي جوه الملعب لحظة كمان أقول لك خلينا نبقى واقعيين والقائد جوه الملعب بياخد منين؟ من بره. قائد بره الملعب فالاتنين بيوقفوا الفرقة حصل النهاردة أنت رحت مع الخسارة ورحت مع الشد العصبي كل اللي في الملعب راحوا لاعبين جوه الملعب حتى جالك انذارات كتيره بره صح ولا لا جالك انذارات كتير فانت كان يجب انك تستدي شويه هي دي بقى اللي الايام الجايه النادي الاهلي لازم يشتغل عليها طيب الايام الجايه يا كابتن اسامه المدير الفني الجديد عليه ضغوط من البدايه لا طب مطلوب منه ايه مطلوب منه ايه يعيد تنظيم الفرقه في حاجات في لعيبه لازم يتشد عليها شويه في لعيبه لازم تقعد ولعيبه لازم تلعب في امور بقى كتير هو راجل هيبقى ليه وجهه نظر جديده لكن هو مش مضغوط مضغوط في ايه هو الراجل جاي في نص الدوري تقريبا انت خسران افريقيا عندك دوري وكاس بس المحاسبه معاه مش هتبقى زي طبعا الكره دي لو الكورتين وليد وليد رقص فيها كويس قوي بس الزحمه احد شالها بقوه طبعا دي بقى دي حاجات اللي هي الصعبه دي مش سهل تيجي جوان دي حتى هاني كانت بره الجون وهو حاط ايده فيها فهو ما عليهوش ضغوط افرض مثلا موسيماني هو اللي مكمل لا كان هيبقى عليه ضغوط كبيره جدا ليه بقى ضغوط كبيره جدا لانه خسران بطوله افريقيا خسران الدوري السنه اللي فاتت طبعا دي وليد سليمان عملها بالعرض وحسام حسن حطها وليد عمل شويه حركه في ال 18 رغم ان احنا زي ما قلنا ان كان في عدم تمركز جيد في وسط الملعب وفي الاطراف بالذات تقريبا احنا لعبنا كله بقى مهاجمين وكان مفيش الا غير هاني وياسر بس ورا عشان كده كان على قد ما كنا هنتعادل كان ممكن نستقبل اهداف سهله جدا طبعا هدف سليم 100% من حسام حسن ووليد بس الوقت كان خلاص الدقيقة 94 يعني كان الوقت ضيق جدا. ف بيتكلم على المدير الفني. الضغوط كانت تبقى زي ما قلت لك على موسيماني ليه؟ لأنه خسران بطولة افريقيا، خسران الدوري السنة اللي فاتت، كانت الضغوط هتبقى عليه كبيرة جدا. ما انت برضه مطلوب من الراجل ماشي اللي جاي ماشي ان انت تاخد بطولة الدوري ماشي مطلوب منه وتاخد بطولة الكاس ماشي يا سيدي ماشي انا ما بقولش مش مطلوب منه طبعا مطلوب منه ولكن هو جاي في نص الشيلة يعني الضغط عليه مش هيبقى بدرجة لو كان اللي خسر هو اللي مكمل خسر افريقيا وخسر الدوري السنة اللي فاتت كان هيبقى الضغوط اكبر عليه لكن ده راجل جاي جديد عنده طبعا مطالب ان ياخد دوري عام مطالب ان ياخد بطولات كاس مصر لان النادي الاهلي هو ده وجماهيره هتطلب كده ومجلس الاداره هيطلب كده هو عارف يا اسامه اكيد هو عارف طبعا هو جاي فين اساسا انا فاهم بس انا اقصد الضغط عليه ما كانش طبعا هيبقى زي على المدير الفني السابق اللي هو كان متحمل المسؤوليه سواء لما كان بيكسب او كان خسر اخر بطولتين اخر بطوله اللي هي بطوله افريقيا فانا شايف ان الضغط على الراجل ده هيبقى اقل مش هيبقى الناس مستعجله للدرجه الكبيره قوي اللي انت متخيلها طبعا هتبقى عايزه تكسب وعايزه اداء النادي الاهلي يبقى افضل وكل الكلام دوت
لكن انا مش شايف ان الضغوط هتبقى يعني صعبه جدا عليه، بالعكس انا شايف انه جاي في توقيت مناسب وعنده وقت وان شاء الله ربنا يوفقه. هيلعب لا هيلعب كل يومين ماتش بعد كده ماشي، ده جاي في توقيت صعب. لا مش هتطلب منه، مش يعني مش مستحيل، مش يعني انت مش هتحاسبه بعد اول مباراه والتانيه. لا لا طبعا لا لا فإن طبعاً. فبالعكس انا يعني ايمن هو مش جايب ظرف. هقول حاجه ايمن ماشي يا اسامه، موسيماني لما جه كان جه في توقيت اسوء منه قبل النهائي افريقيا، قبل نهائي افريقيا، وكان بطوله افريقيا دي عند جماهير النادي الاهلي وعندنا ممنوع التفريط فيها. فانا شايف ان هو يعني جاي في وقت، لا وقت مناسب هياخد وقته، مش هتقدر تحاسبه ولا بعد اول مباراه ولا الثانيه. لكن هو قبل ما يجي هو خد فكره هو جاي فين وعارف يتعامل مع مين. ايوه وانا عاجبني يعني سبحان الله ماشي، معلش خساره وحشه بس انا عجباني الخساره النهارده مع مدرب جديد، اكنك بتبدا من صفحه بيضاء اللي هي اللعيبه هتلاقيها كله مشدود، وما يعرفش حد. هو دايما المدرب الاجنبي هو عنده الملعب والتنفيذ، ما اعرفش ولا اسامه ولا علاء ولا بلال ولا حد خالص، هو عنده اللي بينفس. هو عارف ان لعيبه النادي الاهلي كلهم نجوم وكل حاجه، لكن هو في الاخر اللي بينفذ هو اللي موجود عنده في الملعب، واللي انا متاكد منه يعني 90% من اللعيبه اللي هي ما كانتش مركزه كويس قوي هتلاقيهم مركزين منهم في المية مع الركل. فانا زي ما قلت لك مش هيبقى الضغوط عليه غير عاديه، لا بالعكس. انت بتقول جامد توقيت مش مناسب، لا بالعكس توقيت مناسب، توقيت صعب ماشي. ايمن انت معاك النادي الاهلي، انت بس خلي بالك انا مش جاي في فرقه يعني مش عايز اقول لفظ فرقه عاديه ولا فرقه ما عندهاش لعيبه ولا فرقه، هي اصلا بطبيعه النادي الاهلي ولاعبته وجماهيره، حتى لو المدير الفني ما جاش وسامي هو اللي كمل، انت برضو البطوله بنسبه كبيره عندك يعني، او باذن الله يعني، او حتى لو جه واحد مصري يعني فما تتخيلش. او مش جاي في فرقه السابع في الدوري ولا فرقه ما عندهاش تاريخ ولا فرقه ما عندهاش بطولات، فهو مش الضغوط عليه مش كبيره قوي زي ما انت متخيل. عليه ضغوط بعض الضغوط، ولكن هو معاه اكبر فرقه في افريقيا، الفرقه اللي هي بطبيعتها كاداره وكجماهير ومجلس اداره ولاعيبه وكل حاجه متمرسين على البطولات وعارفين يعني ايه، عارفين يعني ايه النادي الاهلي وعارفين يعني ايه بطوله. فانا شايف ان الامور ان شاء الله تبقى في صالحه ويخش في النادي الاهلي بسرعه ويقدر يحقق نتائج كويسه. كلمتين سريعه، اتفضل. المدرب في موقف لا يحسد عليه، بمعنى ايه؟ انا اخاف لا يكون رد فعله صعب، احنا خسرانين بس احنا مش سيئين، وانت بتلعب في دوري انت لو كسبت الثلاث ماتشات هتبقى الاول، فانت ما عندكش مشكله. اخاف للراجل يتعامل ان هي مشكلة، ان شاء الله مش هتعامل ان هي مشكلة. دي واحد. اتنين، نادي كبير زي النادي الاهلي اكيد الراجل اتفرج على 30 مباراة في اليوم، بيتفرج له يجي 10-15 مباراة، يعني مش هيجي غريب على الفرقة لانه داخل في وقت صعب. لو هو مدرب محترف، انت فاهمني، لو هو مدرب قوي ومحترف، وده مدرب برتغالي ومدرب كبير، فأكيد عارف أنه داخل في وقت صعب، لازم هيدرس الفرقة فيديو كتير. حتة تجربته جوه الملعب مفيش عنده تجارب، لأنه عنده كل يومين ماتش. مش هقدر أن أنا أشتغل معاك شغل تدريبي عشان أثبت أنت كويس جوه الملعب ولا وحش جوه الملعب. مفيش مدرب جديد، ما أنا أكمل، هيجي يقلب الترابيزة. أنا أكمل يا كابتن، عاوز أكمل دي. فهو الراجل مش هيعتمد على الشغل التدريب، هيعتمد الوقت ده لازم يعتمد على خبراته هو وعلى خبرات سامي. مش هيبعد سامي عنه. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى انا من وجهة نظري الى نهاية الدوري اللي متحملها سامي والراجل. لو حملتها للراجل بس من غير سامي، او لسامي بس من غير الراجل، ما ينفعش. الاحتراف كده، انك انت هتشيل الاتنين الموضوع. المدرب لو بعيد عن سامي مش هيبقى مدرب قوي. صحيح. يبقى لازم يشتغل مع سامي وسامي يشتغل. خلي بالك ألف ب، انت انا لما بتخش على فرقه جديده في نص الموسم بتاع، انت اول حاجه بتجيب التقارير عن اللعيبه، مين اللي لعب كم ماتش، مين الاساسي، مين مثلا اتلعب 30 فرج ماتش عليهم، في لعيبه لعبوا 26 ماتش، مش هيبعد عن الشكل الاساسي بتاع الفرقه. تدخلاته هتبقى
في حاجات قليله، مش زي ما زي انت متخيل هيجي في نص الموسم هيروح قالب الترابيزه 100 درجه. مدرب الطوارئ حاجه والمدرب غير الطوارئ حاجه تانية. طيب كابتن بلال، الفتره اللي جايه فتره صعبه جدا، دور المدير الفني ودور اللاعب. المدير الفني من وجهه نظري هو تصحيح الاخطاء. يعني ايه يا كابتن تصحيح الاخطاء؟ يعني النهارده مباراه النهارده مثلا هي افضل مباراه يشتغل عليها المدير الفني من وجهه نظري الشخصيه. دي افضل يا كابتن يا كم اخطاء مش طبيعي. اه طبعا سواء انا النهارده افضل مباراه تشتغل عليها كمدير فني. اه احنا يعني الطبيعي كنا نكسب، ده وضع طبيعي طبعا. لكن الاخطاء عندك اخطاء هجوميه واخطاء دفاعيه، صح؟ تمام. اخطاء في التمركز في بعض الاوقات، واخطاء في الرقابه، واخطاء كمان في الباص. يعني انت عندنا مشكله يا كابتن مهمه جدا، اكيد هيشتغل عليها المدير الفني. ازاي تحضر من تحت، ازاي تشتغل من تحت، دي وده اسلوب لعبه على فكره، وده اسلوب لعب الراجل. هم بيقولوا ان ده اسلوب لعبه. ازاي تشتغل من تحت، ازاي الاثنين السنتر باكس يباصوا بشكل كويس، يحضروا اللعبه بشكل كويس. دي مهمه، نقطه مهمه جدا، لان الهدف الثاني اللي اتسجل فينا جاي من الحته دي، انك بسيط باصه خطا فتسجلت، استقبلت هدف النادي. الحاجه الثانيه ان احنا نادينا مرارا وتكرارا يا جماعه، الحته الهجوميه لازم يبقى فيها شغل كتير. صح. شغل كتير، تشتغل مع لعيبه المهاجمين كتير. في عندنا اربع لعيبه عندهم سرعات وعندهم مهاره تقدر تشتغل عليهم بشكل كويس. نمي حته تسجيل الاهداف، انك تشتغل على الجول كتير قوي 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 قوي، فترفع حاله التركيز عند اللعيبه. يعني المهاجمين الكبار قوي بيبقى في ال 18 عارف واقفين، لو مش شايف حتى الجول يا كابتن، يعني وانا مغمض كده ببقى عارف الجول في اي حته، وببقى عارف حارس المرمى واقف في اي مكان. ففي فرص النهارده ضاعت زي ما قال كابتن علاء كده، يعني ما ينفعش تضيع. صحيح. ما ينفعش وانت صحيح. بتلعب في النادي الاهلي. صحيح. في الناحيه الدفاعيه في بعض الاخطاء في التمركز في الرقابه. تمام. مهمه جدا 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 جدا، وندوس عليها كتير جدا عشان نقدر نشيل. الاهلي عنده افضل قماش موجوده في مصر. فما ينفعش تقول انت هتختار وتنقي وتجيب وتحط في افريقيا، مش في مصر بس. على مستوى الانديه طبعا، اكيد. اه طبعا الوضع طبيعي. فالنهارده الاخطاء اكيد هيشتغل عليها عشان يصلحها. أيوه. ممكن تاخد بعض الوقت زي ما قالوا الكباتن، ومسانده من سامي والجهاز، وهيشتغل عليها وتتحسن تدريجي. لكن وانت بتتحسن لازم تعرف ان في دوري عام. صح. لازم تعرف ان في بطولات تشتغل عليها. انا مش بحسن، مش بقلب الطاوله زي ما قال كابتن عادل، يعني مش هشقلب الدنيا، لا انا بحسن وانا شغال عايز اكسب. تقدر تكسب، تقدر تكسب. يعني النهارده طبيعه الماتش سموحه 3 الاهلي 6، يعني ده الطبيعي. يعني النهارده انت افضل بكتير جدا من سموحه، افضل بكتير جدا جدا جدا. لو بنتكلم على الفرص الضايعه، محتاجين بس تركيز شويه. اللعيبه لازم تركز بشكل كبير جدا، لازم تعرف ان المهمه صعبه جدا 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 جدا. لازم تعرف ان احنا ضاع منا دوري عام السنه اللي فاتت، برضه من الفرص السهله اللي ضاعت، ومن بعض قله التركيز في الناحيه الدفاعيه. لازم كل المنظومه تترتب بشكل جيد جدا. المدير الفني الجديد يعني يقال ان هو راجل كويس وبيحب يلعب كوره وبيحب لعيبه الكوره بشكل كبير جدا، فاعتقد دي تتناسب مع امكانيات لعيبه النادي وشخصيه النادي الاهلي. صحيح. نتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه تكون افضل. نروح لفاصل، نرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس للحديث عن الحالات التحكيميه. انتظرونا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، نرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس. ازيك كابتن ناصر؟ عامل ايه؟ تحياتي كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، وتحياتي للنجوم الكبار كابتن علاء مهوب، عصام عرابي، الكابتن علاء عبد الرحمن، الكابتن بلال. نور يا كابتن. اهلا وسهلا. الله يخليك. بدايه مبروك نادي سموحه وهارد لك للنادي الاهلي. مباراه النهارده كابتن بلال هي صعبه، يعني في تقييمها تحكيميا هي كانت مباراه صعبه نتيجه الاحداث والاختبارات اللي كانت داخل مناطق الجزاء، ودي كانت اختبارات للحكم محمود البنا. صعبه ايضا النتيجه كمان كانت قريبه في الفتره الاخرانيه في اخر ربع ساعه، دي صعبت مأموريه طاقم التحكيم فيها. محمود البنا يمكن دي المباراه الرابعه لهذا الموسم للنادي الاهلي. ادار في المره الاولى كان ادار الاهلي وسموحه كابتن عادل في الاسبوع السادس، الاهلي كسب 4-1. ادار مباراه ثانيه الاهلي وبيراميدز، الاهلي كسب 3-0. المباراه الثالثه كانت بالنسبه له كانت الاهلي طلع الجيش، كانت التعادل السلبي، ودي المباراه الرابعه بالنسبه له للنادي الاهلي. اعتقد كان في ثلاث مباريات كلهم والرابعه كان اداء متميز وثابت كابتن علاء، من الحكام اللي مستواهم دايما ما طلعش ما بينزلش. ولكن انا بس في البدايه هو ادى مباراه جيده كحكم ميدان، ولكن السؤال هنا انا بتكلم على تقنيه الفار.
يعني يجب ان هي تكون تقنيه الفار بتشتغل بمعايير يا كابتن علاء. ما ينفعش انا اجيب حكم في حاله وفي حاله ثانيه ما اجيبوش. صح. يعني النهارده بتكلم على حكم تقنيه الفار، الفار النهارده اتعمل عشان خاطر تحقيق العداله، خاصه في الحالات اللي هي بتبقى حالات جدليه. البن حسب ركله الجزاء اللي هي بداعي لمس الكره بالايد، الفار جابه. انا كنت اتمنى من الفار ان يبقى المعيار واحد في استدعاء الحكم. مش هتكلم كلام مرسل، ولكن انا شايف النهارده الفار كان بيشتغل بمزاج، ودي مشكلتنا عندنا احنا. الفار النهارده بيشتغل بمزاج يا كابتن علاء، نجيب وقت ما احنا عاوزين وما نجيبش وقت ما احنا عاوزين. عندي حاله مهمه جدا 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 من اربع حالات داخل الصندوق، يعني شوف اربع اختبارات للبنا داخل الصندوق، عندي حاله مهمه جدا وهنشوفها هنا. انما عاوز اقول ان تقنيه الفار يجب ان حكم الفار لابد النهارده يشتغل بمعيار واحد يا كابتن علاء في كل الحالات اللي بتبقى موجوده لطاقم التحكيم. البنا النهارده كان موجود حكم الميدان كان محمود ابو رجال اللي هو حكم راح كاس عالم، النهارده كان مساعد رقم واحد. يوسف البساطي كان مساعد رقم اثنين. عمرو رمضان الحكم الرابع، وكان على تقنيه الفيديو او الفار كان عمرو الشناوي وكان محمد محمود لطفي. هنروح للحاله الاولى كابتن بلال، كابتن اسامه، كابتن عادل. السؤال هنا هذه الحاله ومع بعض نشوف بس يعني بنتكلم هنا في استخدام الكوع او الذراع يا كابتن ايمن في هذه الحاله. لما بنتكلم في هذه الحاله حاله من الحالات المهمه جدا. سمير بعد اذنك انا عاوز اللقطه اللي هي بسرعه. ده كان موجه كمان ل بص يا كابتن انا عاوز بس اشوف الكوع الايد هنا الايد هنا هنا في نيه ايذاء. يعني انا بتكلم يا جماعه من فضلكم استخدام المرفق في الوجه لابد النهارده انا كفار يا كابتن احمد استاذ الحكم. هو هنا البنا اشهر بطاقة الصفراء، ولكن شوف هنا الكوع في الوجه، انت جاي من مسافه وجاي من سرعه وجاي بالقوه في الوجه، كان على الاقل يا عمرو تستدعي البنا في هذه الحاله هو ياخد قراره. هل هي تستوجب التهور؟ هل هي ترتقي او تعلى شويه لاستخدام القوة الزايده في هذه الحاله؟ انا شايف ان هنا كان يجب استدعاء الحكم من وجهه نظري، على الاقل جيب البنا وخليه يشوف ياخد القرار. دي حاله، الحاله الاولى اللي معانا هنا. شوف هنا انا شايف ان هنا ده انا بسميه استخدام قوه زايده، كان هناك بطاقه حمراء مفقوده في هذه الحاله. على فكره اللعبه دي في اول دقيقه. طب خلينا نمر للحاله اللي بعد كده. الحاله دي مهمه جدا جدا ونشوف. بنا هنا قريب جدا جدا وخلى اللعبه توصل، وده قراره لان التفاصيل مش موجوده. ولكن انا هرجع لتقنيه الفار. مظبوط. واحده واحده يا كابتن معايا. هنا اللاعب لم ينجح، وهنا الكره عدت ومرت وراح رايح هنا ستوب. لطش هنا بالستارز في الرجل من تحت، لطش هنا تاني. نرجع تاني يا سمير بعد اذنك، نرجع تاني هنا. هنا المدافع هنا راح يلعب، الكره عدت وراح مكمل في الرجل. دي حاله يا كابتن لازم الفار هنا يجيب الحكم. طبعا ركله جزاء انا بقول من وجهه نظري هنا دي صحيحه، لم تحتسب لمحمد الشريف، ومليش علاقه بسكوت محمد الشريف او هو نط، ولكن العبره هنا بالبوينت اوف كونتاكت. هل القدم بتاعه المدافع راحت في رجل شريف؟ راحت لمسه وهو رايح ما نجحش في لعب الكره، وبالتالي هنا يا عمرو كان يجب عليك استدعاء الحكم. دي يمكن من الحالات المهمه جدا جدا، انا شايف انك ركله جزاء لم تحتسب ليه محمد شريف في هذه الحاله. تاني كده سمير معلش عشان نوضح هنا البوينت اوف كونتاكت. هنا شوف بس بس هرجع بس لحظه التلامس. شريف هنا شال رجله، انا بشيل رجلي ولكن هنا في لطشه في الرجل يا كابتن. لو الشريف ما رفعش رجله كانت المخالفه هتبان بنسبه كبيره جدا جدا. الحاله اللي بعد كده هنا المطالبه بركله الجزاء، الحكم البنا طبعا قريب، والنهارده ادى البنا بشكل كويس قوي قوي كابتن ايمن مباراه. هل هناك مخالفه؟ نشوف اكتر من زاويه في هذه الحاله. هل نجح؟ هل هنا في مخالفه من اللاعب المدافع يا كابتن؟ نشوف، نمر نشوف الراجل عدى على الفاضي، نمر تاني. وهنا السكوت سكوت مصطنع، لا توجد اي مخالفه في هذه الحاله، وبالتالي هنا استمرار اللعب كان قرار صحيح من الحكم محمود البنا. السكوت هنا ليس له اي مبرر. تمام. الحاله الثانيه الثالثه نفس الشيء، البنا قريب وابتدى يقرب، ونشوف هنا مطالبه ايضا بركله جزاء، نشوف هل هناك مخالفه ولا ما فيش. هنا المطالبه هنا مخالفه لمسه كره بالايد، هل الكره جت في الايد ولا لا؟ نشوف هنا 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 كابتن، هنا الكره بتصطدم بالظهر،
ابو المقعد تمام. وبعدين بتروح هنا لحبد طاهر بياخدها ويروح، مفيش اي مخالفه لمس كره. طيب. حتى لو حاولك السؤال هنا بقى كابتن بعد اذن حضرتك، لو في مخالفه انا كحكم اديت الفرصه كويس لقفشه اللي هو كان مواجه للمرمى منفرد تمام وضاعت، هو قفشه ولا صلاح محسن؟ قفشه صلاح محسن مش مشكله مين المهم والكره ضاعت. هل لو في ركله جزاء ارجع احتسب ركله جزاء؟ بص يا كابتن ايمن، اولا الكلام دوت لو مش فيش الفار مش هينفع تحسب ركله جزاء. ايوه انما هنا الفار بيصحح الخطا كويس، حتى لو البنا هنا خلى اللعبه تواصل على اساس ان في فرصه الفار بيرجعه بيقول له خلي بالك هنا في مخالفه، فبيرجع تاني للفار. برجع تاني لو الفار مش موجود خلاص، طالما انت اديت اتاحه فرصه مش يعني ما ينفعش ترجع تاني. ولكن انا بقول الحكام ايه لو هناك ركله جزاء يا بلال يا علاء؟ الكابتن ايمن قصده يعني لو هو شايفها ركله جزاء بس رايحه صلاح محسن هيجيب جول وماله مش مشكله، انا معنى عندي اوبشن تاني ان الفار معايا. لو ضيعها والفار جابني هاجي هروح للفار وهشوف تمام كده. لكن هو كابتن هو سايبها بس لكن هو الحكم ما يقدرش يرجع تاني. لا يا كابتن راجع، لا يا كابتن راجع يرجع ليه؟ يبقى ايمن صح بيسال صح كده. ايوه هرجع للبروتوكول. ايوه هو انا النهارده كوظيفتي كفار ايه؟ ان انا لما يكون هناك مخالفه مش علاقه بقى بالحكم ادى استمراريه او حاسب. ايوه انا وظيفتي كفار لو هناك مخالفه ركله جزاء واضحه وحتى لو الحكم ادى استمراريه لعب هرجع واجيبه تعالى يحسب. انما هي بتبقى مشكله لو ما فيش فار خلاص محدش هرجعك تاني. اوكي يا كابتن بلال؟ هنا طبعا انا شايف ان هنا مفيش مخالفه، وحتى هنا كمان هقول حاجه هنا يعني هنا كابتن بلال انا عاوز بس ارجع من اول اللعبه سمير معلش. اللاعب المدافع هنا ستوب، هنا بنقول سبورت الايد، هنا سبورت دعم للجسم وهو نازل ولا لا؟ هنا في هذه الحاله لا توجد، حتى لو الكره هنا جت في الايد هنا كابتن بنقول سبورت ليه اللاعب المدافع ان انا هنزل على الايد هودي ايدي فين؟ حتى لو الكره جت في الايد ديت بيستمر اللعب مفيش فيه مخالفه. ده قرار صحيح من محمود البنا، وهنا استمرار لعب كان الافضل في هذه اللعبه، ولكن لو كان هناك مخالفه كان الفار هيرجع الحكم في هذه اللعبه اللي بعد كده. طبعا هنا بنشوف هنا الحكام تاني، نشوف هنا لعبه تانية هنا مهمه جدا. هو هنا البنا حسب بالحس التحكيمي يعني، بس كابتن علاء هو حسب بالحس، خلي بالك حس ان هي جت في الايد وفعلا جت في الايد، ولكن هنا السؤال يا كابتن بنتكلم على وضع اليد، واحنا بنتكلم هل هنا الوضع يد طبيعي ولا مش طبيعي؟ وزي ما قلت احنا لابد يكون عندنا مصداقيه في النادي الاهلي، هنا الوضع اليد هنا الكره تصطدم بالبطن والوضع يد طبيعي. هو حسب بالحس التحكيمي وهنا الفار جابه، ده السؤال انت جبته يا شناوي في اللعبه ديت ولا جابوش قرارك قرار صحيح؟ طب فين الحاله الاولانيه؟ مظبوط، عشان كده الفار هنا ماشي بنظام المزاج. يعني دي مش بنال هنا ليه؟ مش بنال يا كابتن، انا وانا طالع الوضع الايدي جنبي هتروح فين؟ لما لو الايد مفتوحه يا كابتن احمد او واخده حيز من الجسم هتبقى فيها، ولكن هنا الايد نشوف الايد تاني. الايد هنا يا كابتن اهي لحظه اصطدام الكره بالايد نمشي، لا هات لي الايد بقى بس 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 هنا انا ايدي طبيعي طبيعي، وقلت لي هنا القرار كان قرار صحيح. لما البنا راح شاف رجع ما حسبش، وده كان قرار شجاع، لم يتاثر البنا بالضغوط واجواء المباراه، ولما اخطا راح شاف رجع، ده اللي احنا عاوزينه يا كابتن ايمن. صحيح ما روحش الحكم بيحسب على اجواء المباراه بالظبط، يعني مش عاوز اتكلم في تفاصيل ثانيه نمشي بسطر ونمشي ولكن هو البنا هنا النهارده لما راح شاف اقتنع ان هي مفيش مخالفه بشكل عام. البنا حكم جيد النهارده، ولكن المشكله النهارده كانت موجوده في تقنيه الفار. دي كانت اخر حاله معانا، اتمنى طبعا التوفيق للخبير، خلاص الخبير الاجنبي جه، نتمنى ان هو يقدر النهارده يتطور. الخبير الاجنبي جه يبقى في حاجه هتحصل. هو طبعا خلاص هو ده مسؤول. بص يا كابتن، هو النهارده الخبير تم تعيينه مدير لجنه التطوير. لا هو مسؤول عن تطوير. انا قصدي حاجه ثانيه. ما هقول ثاني اهو. ماشي اتفضل. النهارده مدير لجنه التطوير يبقى يجب ان يكون هناك رئيس لجنه حكام. يجب. لا تمام مش كلام. يبقى موجود. يبقى الاثنين موجودين، يعني هو لما كان في السعوديه جلاتنبرج كان في رئيس لجنه حكام. كان رئيس لجنه حكام كان سعودي. ايوه. وهو كان شغال مدير فني التطوير. ليه بقول رئيس لجنه حكام؟ لان احنا عندنا 27 فرع، كل فرع فيه اكثر من حوالي 1500 حكم. هو مش هيدير كل ده. صح. فلابد اداريا يبقى في رئيس لجنه حكام. اتمنى يكون رئيس لجنه حكام ايضا على قدر من
التطوير ويقدروا يساعدوا بعض هما الاثنين ونطور التحكيم. قصدي حضرتك رئيس لجنه حكام جديد؟ اكيد لازم يبقى جديد. كابتن عصام رفض. كابتن عصام رفض لما هم استدعوا الخبير الاجنبي اللي هو مارك. هو قال مارك يعني لا يفيد الكره المصريه وقال كلام كتير وقال انا ما اقدرش اشتغل معاه ورفض. وقال ان انا افضل من مارك جراتنبرج. هو ما خدش كورسات في المحاضرين، انا خدت الكورسات. فهو النهارده اكيد هيبقى في رئيس لجنه حكام. نتمنى الاثنين يقدروا ان هم يطوروا التحكيم المصري. ودي كانت اخر حلقه معانا. نشكرك شكرا جزيلا خبيرنا التحكيمي المتميز كابتن نصر عبد. شرفتنا كابتن. الله يخليك. بنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وسموحه في الدوري العام المصري الممتاز لكره القدم، والتي انتهت بفوز سموحه 3-2. كل التوفيق للنادي الاهلي في الفتره القادمه الصعبه جدا 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 ان شاء الله. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده، كابتن علاء مهيوب. الف شكر يا كابتن. اشكرك يا ايمن وهارد لك النهارده، مباراه وثلاث نقاط عدوا وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله. كابتن احمد بلال شكرا يا كابتن، شرفتنا. من خليك كابتن وهارد لك للنادي الاهلي، مباراه على المستوى الاداء مباراه قويه، لكن للاسف النتيجه مش لصالح النادي الاهلي. كابتن سامي عربي شكرا يا كابتن، شرفتنا. شكرا وهارد لك. وده دوري تجميع نقاط، احنا في بالنسبه للاهلي الاسبوع ال20 لسه 14 مباراه، فالناس تنسى الموضوع ده وتخش في الجو الجديد مع المدرب الجديد، وان شاء الله القادم افضل يعني باذن الله. ان شاء الله القادم بعد بكره ان شاء الله مباراه روجيت في الكاس باذن الله. كابتن عادل الف شكرا كابتن، شرفتني. يا كابتن شكرا، وان شاء الله يعني المباراه وعدت احنا نكسب المؤجلات هنبقى متصدرين الدوري، وبعدين مش عاوزين جلد الزيت قوي كده، احنا كويسين وماشيين كويس قوي، وان شاء الله هناخد الدوري السنه ده وناخد الكاس باذن الله. شكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.